في الأول كده براجع درس الصبح، معايا أرقام من 1 لـ5، طلع غلطة بتزودني رقم من الأرقام دي وتسألني على الشهور. لو هتعرف تجاوب الرقم هتسأل زميلتها سؤال، هتختار بنت تسألها سؤال وهي تجاوب عليه. استراتيجية ايه؟ دي تبادل أدوار أو عصف زميل، لأن دي فيها عصف زميل برضه إن هما يكونوا رقم. عصف زيني ان هو يكون رقم. هو عصف زيني بتبقى عبارة عن قضية اتطرحت او سؤال اتطرح وبناخد عليه قرار. في اسمها مثلا ممكن نسميها الالعاب التعليمية او استخدام البطاقة. ماشي. عايزة بنوتة تقوم معايا تكون رقم. الصوت ما يبقاش كده، الصوت يبقى عالي شوية. الكتاب تتفرد شوية وتاخدي نفس كل وقت. تعالي صوت. حد يقوم؟ ايوه انا هختار. برافو عليك. كمان تختاري على طول. في معاكي لزق يبقى هيبقى معاكي في لزق. تمام. هتختاري كارت؟ هتختاري كارت؟ اشتغل على الصوت. انا ما يهمنيش سؤال. نقي واحدة من زمايلك عشان تسأليها سؤال. بمركز ستريكر حاجة. نقي واحدة الأول وبعد كده نسأل. نعم 20 سنة. بمركز ستريكر ترحيبك بدكتور فراعنة. حتى لا تترك السلطة في يد إله واحد. تمام. هو يبقى بقى بقيت تمام. يبقى دي اسمها ايه؟ اللي هو تعلم في استخدام البطاقات او الالعاب التعليمية. تمام. بعد كده هندخل في الدرس بتاعنا، الدرس بتاعنا اسمه اشكال سطح الارض. اشكال سطح الارض. هل هو كله مستوي زي ما انا واقفه عليه دلوقتي؟ شوف الصوت بدا يعلى ازاي؟ انا بدات اتكلم. مستوي زي ما انا واقفه عليه دلوقتي ولا في حتت مرتفعه وحتت منخفضه؟ حركه الايد مناسبه للطول. في اجزاء مرتفعه واجزاء منخفضه؟ طبعا هتقولي لا، في حتت مرتفعه وحتت منخفضه. بتاخد وتدي معاها في الحوار عشان ما تعملش اسلوب الالقاء المستمر. فبتاخد وتدي معاها مع نفسها بحيث ان تعلم الاولاد انها ازاي تسال. برافو. هتقولي لي ازاي يعني ايه حتت مرتفعه وحتت منخفضه؟ هقول لك حتت مرتفعه زي الجبال عاليه، حتت منخفضه زي الحضار زي التلال. يبقى عندنا صوره. هل في صوره في الكتاب فيها خطوط تشغيل؟ اه معايا صوره. تمام. هنا في صوره في الكتاب. على طول. يعني ده مثلا وانت يا اسماء اشرحي لي معاكي الوسيله اللي بتمشيها عليها. الجبال شكلها عالي اهو، اما الحضار والتلال اقل شويه. فهنا هيجي لك تعريف المرتفعات والمنخفضات. يعني ايه مرتفعات ويعني ايه منخفضات؟ المرتفعات اجزاء مرتفعه عن سطح الارض زي الجبال، جزء مرتفع عن المنخفض. تمام. زي ما انا مثلا هقول مثلا البنت دي اسمها ايه والبنت دي اسمها ايه والبنت دي اسمها، هما تلاته جنب بعض. تمام. هقيم اتنين يقفوا يبقى هما دول مرتفعين عن دي اللي هي الجزء المنخفض. تمام. يبقى هنا انا وصلت لهم كده. ممكن الاثنين دول، لا خليك انت ممكن يا سلام. يبقى هما الاثنين دول اجزاء مرتفعه عن الجزء اللي في النص اللي هو منخفض. يبقى هنا وصلنا لتعريف المرتفعات. خلاص اهو شكرا. تعريف المرتفعات هي اجزاء مرتفعه عن سطح الارض، اما المنخفضات اجزاء منخفضه نسبيه عن الاجزاء المرتفعه او عن سطح الارض. تمام. ده تعريف المرتفعات والمنخفضات. بعد كده اشكال سطح الارض عندنا ثلاثه لام وواحده ب وتين مربوطه. اللام تلال سهول تلال سهول سهول جبال ثلاث سهول. أول واحدة الجبال تعرفها إيه؟ أي بنوتة تقوم تقرأي تقفع الورقة وهتقرأ اللي وراها. تمام. يبقى كده معاهم وصل. خلاص تمام. هتقرأ. بعد ما تقرأ هعرف لهم أوصل لهم التعريف. هي هتقول أراضي مرتفعة عن سطح الأرض لا يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. أو يعني وتنحدر من الجانبين. أو يعني حد هيقول لك 1000 متر ده مسافة طويلة يا بس؟ لا ارتفاع طويل. اه
ارتفاع طويل يعني 1000 متر دي قد يعني حوالي كيلو مشي على الاقدام ماشي او كيلو بالعربيه يعني مسافه كيلو يعني دي المفروض انت قاعد في مكان وهتوصل للمكان الثاني كيلو الكيلو ده بقى يعني مش بالافقي لا ايه بالراس بس. تمام ولا مش بالراس ولا بالافقي ولا العكس الراس بالراس مش بالافقي تمام انا كده اول حاجه خدت من اول لاب الجبال تمام. يعني ايه جبال اراضي مرتفعه على سطح الارض في امثله في الكتاب يعني مثل جبل ايه هروح بقى نجيب خريطه هنجيب خريطه وتحدد الجبال هنحدد في جبال الهيمالايا وفي جبال الألب